الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بيواصل التدريبات استعدادا للموسم الجديد. الفريق اتدرب النهارده الساعة 4، والتدريبات كانت عبارة عن طبعا تدريبات في الجيم قبل ما يكون في تدريبات داخل الصالة، واللي كانت شوط على الباسكت، وشهدت طبعا بعض التدريبات الخططية والتكتيكية وبعض التدريبات طبعا القوية. الفريق كان مكتمل الصفوف النهارده ما عدا الثلاثي الدولي، وهما خالد عبد الناصر ووليد عبد الجواد. يعني يمكن انا شايفه عمر هشام في التدريب، مش دي تدريبات النهارده يا شباب؟ اه دي ارشيفيه. طيب خلاص، يبقى هما ثلاثي المنتخب بس اللي مش متواجدين النهارده في التدريب، واللي طبعا الجهاز الفني بقياده كابتن احمد مرعي كان منحهم راحه سلبيه بعد المشاركه مع المنتخب في المرحله قبل الاخيره من تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم اللي جاي، اللي بنتمنى لهم فيه طبعا كل التوفيق. لسه مكملين مع سلة الزمالك، والمرة دي مع نجم الفريق مهاب ياسر، واللي بدأ الحمد لله يعمل تدريبات تأهيلية داخل الجام. مهاب خلاص تخلى عن العكاز، وإن شاء الله هيسافر لأحد الدول الأوروبية لاستكمال التأهيل. الفترة اللي فاتت كان قريب من انه هو يسافر لقطر، بس لقى ان في عدد كبير من اللاعبين اللي بيتأهلوا هناك وده هيأخر يمكن عودته، فقرر انه يسافر لاحدى الدول الأوروبية خلال الفترة اللي جاية. يعني الدنيا هناك زحمة يعني، فممكن ياخد وقت في التأهيل، فهو عايز يكون موجود بأسرع وقت، ففضل ان هو يروح احد الدول الأوروبية بإذن الله يرجع لنا في أسرع وقت. ولكن دايما بقول من غير تسرع، لأن بالذات إصابة الرباط الصليبي الموضوع مش مجرد تأهيل وكل الكلام ده، لا الموضوع فيه جانب نفسي كمان. فاللاعب أول ما بيخلص تأهيل من الرباط الصليبي بيبقى خايف شوية، ركبته زي ما بيقولوا كده تلف منه وتخدعه في الملعب، فبيبقى الموضوع لا لازم إنه يتأهل بشكل كامل وصحيح وياخد وقته كويس قوي علشان لما ينزل الملعب ما يبقاش خايف من أي حاجة خلال التدريب أو المباريات بالتأكيد.